في تونس ما تزال الحلقة الأخيرة من مسلسل محاكمة ثورات الربيع العربي في مهدها باسم مكافحة الإرهاب، ممن قيل لهم يوما اذهبوا فأنتم الطلقاء، فخرجوا من الباب عادوا من الشباك، ومعهم شخص كقيس سعيد. أصبحنا نقف بعض أتحفظ، يعني شوفي ياسمين وغيرها بعض الكلمات غير اللائقة أتحفظ على قراءتها، يعني سامحونا. فأصبحنا، تقول ياسمين، أصبحنا نقف أمام كابوس أكلت يوم أكل الثور الأبيض، عندما كان الثور الأبيض في رابعة والنهضة. إلى أي مدى يعني يجب أن يكون هؤلاء فعلا حريصين على حقوق الشعب التونسي، حريصون على أن تعالج المشكلات الاقتصادية بخطط عميقة، بخطط تعالج المشكلة؟ يعني لا نقول إحنا لا نريد أن نرضخ لصندوق النقد، ومن قال لك أصلاً أرضخ لصندوق النقد؟ ومن قال أصلاً أن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة خيرية، يعني تمنح الأموال دون أجندات؟ الصندوق النقد الدولي هي مؤسسة مالية غربية أسستها الدول الغربية، معظم أعضائها من الدول الغربية، لمصالح هذه الدول. إذا أردت أن تستقل عن صندوق النقد الدولي فيجب أن تقول أمام الشعب التونسي هذا هو البديل، هذه هي خطتي، هذا هو برنامجي. دعوني أسأل الكاتب والباحث جلال ورغي أيضا معنا. أهلا بك أستاذ جلال في هذه الحلقة من الرأي الحر. أهلا أستاذ جلال. الاحتجاجات المتنقلة من مدينة تونسية إلى أخرى، إلى أي مدى هناك أشياء مشتركة بين هذه الاحتجاجات ترتبط بسياسة الحكومة التونسية؟ لا شك أستاذ جمال أن ما يحصل في الحقيقة يعكس أزمة سياسية وأزمة عامة في الحقيقة تواجهها تونس بسبب منظومة الحكم الانقلابية التي تسيطر على المشهد منذ حوالي سنتين، وهذه الأزمة تأخذ أبعاد خطيرة لم يسبق لتونس أن عاشتها منذ الاستقلال في الحقيقة. لجهة الحكومة هنالك فشل ذريع على جميع الأصعدة، ليس فقط الاقتصادي التنموي الذي يعبر عن نفسه بشكل صارخ من خلال انعزال المواد الأساسية من الأسواق مرة تلو المرة، حتى يضطر التونسيون أن ينظموا صفوف طويلة جدا وطوابير طويلة جدا من أجل أن يقتنوا الخبز ويقتنوا السكر ويقتنوا الزيت، وكثير منهم يعود خائبا بدون هذه المواد الأساسية. إلى جانب هذا هنالك يعني فشل في التواصل، هنالك فشل اقتصادي مروع. طيب لماذا هو فشل اقتصادي جلال؟ رجاء فقط جلال، لأنه هذه نقطة مهمة جدا. يمكن لأي بلد أن يعيش ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وفيها صعوبات حقيقية، ولكن على الأقل عندما تكون للحكومة ولقيادة البلاد خطة اقتصادية واضحة تطمن من خلالها المجموعة الوطنية وتشرح لهم حيثيات الأزمة، يمكن أن يتفهموا وعلى الأقل يرون يقرؤون الحاضر ويستطيعون أن يتطلعوا إلى المستقبل. ولكن هذه الحكومة وهذه المنظومة الانقلابية فاشلة تماما على هذا الصعيد، بحيث أن التونسي لا يعرف عندما يستيقظ في الصباح ماذا سيواجه اليوم، فبالأحرى ماذا سيواجه غدا. طيب. ولكن أنصار الرئيس سعيد، كان معي ضيف عضو مكتب سياسي للتيار الشعبي، يرون بأن خيارات مواجهة الغرب والضغط الغربي من خلال صندوق النقد الدولي هي خيارات سيادية. يعني لماذا نفترض بأن الشعب التونسي لا يلتف خلف سعيد إذا كان سعيد يريد الاستقلال الاقتصادي بالبلاد ولا يريد أن يضع البلاد تحت رحمة شروط صندوق النقد الدولي؟ لذلك الشعب التونسي ممكن أن يصبر. هو على كل حال أستاذ جمال، أولا لا أحد يصدق في تونس أن قيس سعيد
له رؤية أصلا، لا في الاستقلال الذاتي ولا في حتى التبعية. هو الشخص طارئ على المشهد السياسي تماما، غير مفهوم في مواقفه وتصرفاته. الحكومة التي نصبها أضعف حكومة منذ الاستقلال، ليس فقط بشهادة معارضين وإنما بشهادة داعمين من بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل. هذه الحكومة فاشلة بكل المقاييس. الفشل الذريع على جميع الأصعدة أستاذ جمال يروجه قيس سعيد باعتباره نتيجة سياسات استقلالية عن المؤسسات المالية الدولية وعن الهيمنة الخارجية. والذي يريد أن يفعل ذلك في الحقيقة عليه أن يطرح رؤيته، هذا مرحب به. نحن لا نريد أن نسمع خطابات شعبوية أو ممارسات شعبوية، نحن نريد أن نرى رؤية على الأقل. ولكن العكس هو الصحيح. اليوم تونس تغرق في الديون وهو يتوكل في الحقيقة، ولا يخدعنا أستاذ جمال هذا الخطاب الشعبي الذي يتحدث عن الاستقلال عن المؤسسات الدولية المالية، لأنه الرئيس يطلق خطابات شعبوية من هذا القبيل بينما رئيسة الحكومة تمضي وتنشر يوميا في المجلة الرسمية قرارات تبيع مؤسسات الدولة، تفوت في مؤسسات الدولة، وأيضا ترفع الدعم على كل المواد السلع الأساسية. يعني هو كأنه من تحت الطاولة هم ينفذون شروط صندوق النقد الدولي وفي العلن يعلنون رفضها. وأكبر دليل على ذلك جمال أنه كلما استقبل رئيسة الحكومة إلا وطالبها بضرورة الالتزام داخل منظومة الحكم الانقلابية، بمعنى آخر هو يدرك تماما أن حتى رئيس الحكومة الفاشلة هي توقع قرارات وتوقع أوامر بأوامر من صندوق النقد الدولي ومن المؤسسات المالية، وإلا لكانت سقطت منذ أمد طويل. ولا أفشيك سر الجمال، قلت لك أن نجلاء بودن رئيسة الحكومة هي أصلا منصبة من أجل تنفيذ أوامر صندوق النقد الدولي وهي تمررها تباعا، ولكن الخطاب الرسمي لقيس سعيد يروج خلاف ذلك. ولكن المواجهة بين الاتحاد العام التونسي للشغل أو الغضب بين الاتحاد العام التونسي للشغل الدعم لقيس سعيد وبين قيس سعيد يدلل على أن فعلا هنالك قرارات وسياسات للاندراج وللانخراط وللاقمار بالمؤسسات المالية وبأوامر صندوق النقد الدولي. جلال سريعا، وآخر سؤال هو حول إقالة الموظفة التي أوهمت الرئيس قيس سعيد بإمكانية استرداد 10 مليارات دولار، أظن اسمها فاطمة يعقوبي. يعني كيف يمكن أن تدار الدولة من خلال رئيس يؤمن أو يعتقد أو يصدق بأنه بالإمكان استرداد هذا المبلغ الخيالي؟ هو أولا الجمال على مستوى الإقالات الرئيس يتدخل في كل المؤسسات، كانت مؤسسات منتخبة قوضها كلها وبدأ يصدر أوامر بتعيين أشخاص جدد يحلون محل المنتخبين. وهؤلاء الذين يحلون محل المنتخبين يعني تقريبا في كل أسبوع يغير واحد واثنين، لأنه يدرك جيدا يخبط خبط عشواء ويمارس سلطة منفردة ومتفردة، ولذلك يخطئ في التعيينات ثم يقيل. هذه السيدة في اجتماع حضره هو بنفسه كانت تتحدث على أنه هنالك شخص يتجه إلى المصالحة مع الدولة وستسترد منه حوالي 30 مليار دولار. أصلا قال 30 ألف مليار دولار، وهو تحول إلى نكتة وتندر داخل صفوف الرأي العام. ولذلك
لم يمر أسبوع حتى أقالها، وهذا جزء من حالة التخبط التي تعيش فيها هذه السلطة التي راكمت وفاقمت هذا الوضع عندما وضعت صورة تونس في الميزان من خلال إساءة المعاملة المهاجرين التي تحولت اليوم إلى وصمة عار. تونس الدبلوماسية المعروفة عليها الانفتاح والاعتدال والاتزان اليوم في الحقيقة تخبط خبط عشواء، وكل ما تفعله هو أنها تدافع عن صورة بغيضة لتونس رسمية تسيل المهاجرين إخواننا الأفارقة الذين يعانون من الأوضاع صعبة في بلدانهم، لجأوا من أجل أن يعبروا إلى الضفة الشمالية، يجدون أنفسهم يساء معاملتهم ويواجهون بخطاب تحريضي عنصري من رئيس الدولة في تونس، وهو في الحقيقة خطاب بغيض وخطاب لا منكر من قبل تونس، لأن تونس معروفة باعتدالها وتسامحها وانفتاحها واستقبالها للجميع بصدر رحب حتى وإن كانت إمكانياتها متواضعة. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث جلال ورغي.